شاو بخير السادة الحضور أضيف الكرام أنا المرشح المحامي شيخ عزاد عبدال وليس اسم قال اسم عزاد كريد أنا اسمي المحامي شيخ عزاد عبدال من أهل بعشيقة من أهل بعشيقة وبعزان حاليا أنا أدرس دكتوراه قانون دولي في بغداد في جامعة بغداد طبعا لي الشرف أن أكون ضمن هذا التحالف شرف كبير لي احنا ضمن هذا التحالف يملك العديد من الشخصيات في كل المجالات او الاختصاصات اضافه الى انه يحوي العديد من القوميات مثل ما كان يوصف المرحوم مام جلال العراق بانه باقة ولد فاحنا نوصف هاي التحالف باقة ولد نسعى دائما الى مجتمع مستقر وبعيد عن الطائفية ضمن هذا التحالف حرصا منا لهذا التحالف نسعى الجميع إلى تصويت لقائمة 134 وأنا مرشحكم المحامي شيخ آزاد عبدال تسلسلي ضمن هذا التحالف رقم 6 تحياتي.